مساء الخير واهلا بحضراتكم، والجزء الاخير من حلقتنا النهارده من احداث النهار، واللي فيها هنفتح ملف الوضع الاقتصادي الحالي وجهود الحكومه لتحقيق الاستقرار في الاسواق الماليه والنقديه. من شويه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجموعه الاقتصاديه ولبحث مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الأوضاع الاقتصادية والمالية الأخيرة، وامبارح كمان اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع البنك المركزي، والاجتماع تقريبا استغرق حوالي 5 ساعات لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية. خلال هذا الاجتماع تم استعراض نتائج المباحثات سواء كان على مستوى رئاسة الوزراء أو الرئاسة النهاردة، اللي بدأت منذ 3 شهور تقريبا مع صندوق النقد الدولي، واللي اقتربت من مراحلها النهائية، وده طبعا بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الحكومة المصرية وطبعا جاري تنفيذ ذلك. رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق واللي هتوصل القاهرة خلال أيام تقريبا، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراء مطلوب في الفترة اللي جاية، وطبعا ده بإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى 3 سنوات اللي جاية لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري طبعا، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. كمان وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة، وده طبعا لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وطبعا زي ما حضراتكم فاهمين أن ده ممكن يحصل بجذب الاستثمارات الخارجية، وطبعا ده هيؤدي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية إلى حد ما، واستهداف 7 مليار دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات. من جهة تانية أكد صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق، وقال أن بعثة تابعة له على مستوى الخبراء هتزور مصر لمدة 2 أسبوع بدءا من 30 يوليو الجاري. ومسعود أحمد وهو مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق قال أن في أحد تصريحاته الأخيرة أن احنا بنرحب بهذا الطلب وبنتطلع إلى مناقشة السياسات اللي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية في الفترة دي، وأن هدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار مرة أخرى في الفترة القادمة، وطبعا دعمها لتحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل. وما ذكرش بصراحة أي تفاصيل بشأن البرنامج المطلوب أو حجم التمويل المحتمل في هذا البرنامج، وقال إن النتائج ستعلن في نهاية الزيارة من خلال الفترة اللي جاية. طبعا في الوقت المتبقي من حلقتنا النهاردة هيساعدنا ضيفنا الكريم في أحداث النهار على ربما كشف الغموض الدائر حول الاقتصاد المصري وكل التخوفات والتحديات اللي بتقابل الاقتصاد المصري في الفترة دي، وإزاي نقدر نتعافى منها في الفترة اللي جاية ونقدر نستعيد قوة مصر في الفترة اللي جاية في الاقتصاد. طبعا اللي هيساعدنا ده دكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر والخبير الاقتصادي. دكتور أحمد أهلا بحضرتك معانا. وطبعا كل حديث بيبقى فيه نقاط سلبية احنا عارفين، بس بنقدر طبعاً ان احنا يعني نتخطاها ونقدم روشتة اقتصادية كده نقدر ان احنا من خلالها نقدم الحلول. محاور كتيرة وأسئلة كتيرة وتخوفات كتيرة أكيد هنناقشها مع حضرتك، ولكن يمكن هنستعرض تقرير دلوقتي يقدر يساعدنا على أهم الأوضاع اللي بتمر بيها مصر اقتصاديا. هنروح للتقرير ده ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. ربما السؤال الأبرز الذي يتبادر إلى أذهان متابعي الاقتصاد المصري وأحواله في الفترة الحالية، هل مصر لا تزال قادرة على جذب الاستثمارات؟ ولماذا يستثمر في مصر؟ السؤال يجيب عنه الوضع السياسي، فمع خارطة الطريق التي وضعت عقب ثورة 30 من يونيو أصبح الوضع مستقراً لجذب المزيد من الاستثمارات. فحصة القطاع الخاص زادت في إجمالي الاستثمارات من 50% في عام 2002 لتصل إلى نحو 57% في عام 2015، ولا تزال الحكومة تريد المزيد.
المستثمر سواء من داخل البلد أم من خارجها الآن أمام مناخ أفضل بمشروعات قومية بدأتها مصر على الفور لتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل كإنشاء قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، فضلا عن تطوير شبكة الطرق القومية بنحو 15 طريقا جديدا لضمان سهولة الاتصال والوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية. أما الشق التشريعي فوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع مشاكل المستثمرين بشكل أكثر كفاءة وسرعة وتجاوز العراقيل التي تضعها البيروقراطية، إضافة إلى قانون استثمار لفض المنازعات وحل المشكلات بصورة أسرع. البورصة المصرية أيضا واصلت جهودها لدعم الاقتصاد المصري، فيصنف عام 2015 كثاني أفضل السنوات أداء بعد ثورة يناير، فسجلت قيمة التداول في السوق الرئيسية ما يقرب من 117 مليار جنيه. وأضف على كل هذا كوادر بشرية وأيدي عاملة مصرية قادرة على العمل بأفضل كفاءة وموارد طبيعية كفيلة بأن ترفع مستوى أي مشروع، إصلاحات نتج عنها النهوض بالتصنيف الائتماني المصري. فحتى وإن مر الاقتصاد بعراقيل فإن الاستثمار في مصر لا يزال يمتلك المزيد من الفرص. أي عبد العزيز، النهار اليوم. بنشكر زميلتنا أي عبد العزيز على هذا التقرير، وبجدد الترحيب بحضرتك دكتور أحمد عبد الحافظ. وبداية كده يعني مع أحوال أو التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى أين يسير الاقتصاد المصري؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو طبعا احنا عندنا طبعا اي دولة في العالم بيحصل فيها مشاكل كبيرة زي ما حصل عندنا بتمر بمشاكل اقتصادية كبيرة. احنا طبعا من بعد ثورة يناير حصل عندنا مشاكل اقتصادية في الاقتصاد الكلي نفسه. فكان عندنا احتياطي كبير كان 36 مليار دولار، الحقيقة طبعا كل ده تبخر بعد الثورة، هروب رؤوس الاموال الاجنبية بشكل جدا، انهيار كبير في قطاع السياحة بشكل كبير جدا. وبالتالي كل المؤشرات الاقتصادية الكلي في مصر الحياة اتأثرت بشكل بالغ. ضيف على كده كمان ان انت قعدنا حوالي 3-4 سنين ما بنشتغلش، في مشاكل طول اليوم، في مظاهرات، في مشاكل، في ضربات، وبالتالي كان كل ده بيتحمل على الاقتصاد المصري، وبالتالي كل ده اترجم في شكل عجز في ميزان المدفوعات، عجز في الموازنة العامة، وبالتالي كل الكلام ده أثر في الدين العام الداخلي والخارجي. وبالتالي طبعا احنا كان عندنا مشاكل كبيرة في 20-30 سنة اللي قبل الثورة كمان. وبالتالي لما تضيفي بقى 3-4 سنين بتوع ما بعد الثورة والتغيرات السياسية اللي حصلت والمشاكل الاقتصادية، زائد الفترة الكبيرة اللي مرنا بيها من فساد ومن مشاكل ومن حاجات كتير جدا، فلما تيجي تضيفي ده على ده تحسي ان الوضع الاقتصادي في مصر صعب. فمحتاج إعادة هيكلة بشكل كبير جدا. من بعد 30/6 بدأ يبقى في خطة عامة للدولة بشكل عام، يا جماعة عايزين نبدأ نتحرك بشكل كبير جدا، فبدأ يتعمل زي مثلا مشروعات عملاقة بشكل كبير، طرق، كباري، بنية أساسية، كل الكلام ده طبعا ده بيمهد عشان الاستثمار اللي يجي يبدأ يشتغل. لان مفيش استثمار هيجي من غير لما يبقى البنيه الاساسيه بما فيها الطاقه اللي كانت عامله مشكله في مصر، النور والكهرباء والمصانع والفنادق، كل الكلام ده كله طبعا كان له تاثير سلبي كبير جدا. النهارده احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نتحرك بشكل اكبر، عشان نتحرك بشكل اكبر محتاجين يبقى في عندنا حاجه اسمها استثمار اجنبي مباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر دوت ما بيجيش غير لما يلاحظ ان الدوله اصبحت دولة بشكل كبير جدا، دولة مستقرة بشكل كبير سياسيا ومستقرة أمنيا ومستقرة بشكل كبير اقتصاديا. وبالتالي النهاردة لما يحصل عندنا مشكلة في السياحة زي ما حصل في موضوع الطائرة الروسية، حصل عندنا مشكلة كبيرة في عوائد السياحة اللي بتيجي منها، زائد المشاكل اللي حصلت نتيجة الدولار اللي اتلم من المصريين العاملين في الخارج برضو كان له تأثير سلبي كبير جدا. الدولار ده قصة تانية هنفتحها النهاردة. ده ضمن بقى المشاكل بتاعتنا. فلما تيجي تشوفي الشكل العام بشكل عام كده هتلاقي تحسي ان الوضع العام في مصر لسه اقتصاديا غير مستقر، وبالتالي المستثمر الاجنبي اللي هيجي النهارده
يحط فلوس عشان يستثمر، عشان يشتغل، عشان يبدأ ان هو يعمل مشاريع معانا، هيبدأ يبقى يتخوف. هو متخوف النهاردة من الدخول. ليه متخوف؟ لان احنا في عندنا مشاكل كبيرة لازالت اللي موجودة في الاستثمار. عندنا في فرق سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنك المركزي. دي اول مشكلة كبيرة جدا بتقابله. عندنا في مشاكل لازالت في قوانين الاستثمار، لسه في حاجات في لائحة تنفيذية قانون الاستثمار موحل لسه ما طلعتش. عندنا في مشاكل في البيروقراطية، عندنا في مشاكل في امور كتيرة في الترخيص الاراضي وهكذا. النهارده المستثمر محتاج ان انت تذلل له كل المشاكل دي عشان يبدا ان هو يقارن ما بين مصر والدول اللي هيقدر يروحها. اصل الاستثمار معناه فلوس، وهو النهارده هيدور على الدوله اللي هتكسبه. انهي دوله هتكسبني؟ النهارده ما ينفعش اخش في دوله فيها اختلاف في اسعار الصرف، اول لما اخش اخسر، لان النهارده في فرق كبير في سعر الصرف. طبعا دي بالنسبه له مشكله كبيره. دي فيها كده كمان ان 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 البنك المركزي غير قادر على ان هو يتعامل مع السوق السوداء بشكل كبير، لان الاسلحه بتاعته اللي هو الاحتياطي بتاعه نزل بشكل هي دي بقى النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يعني احنا عارفين جدا يعني، واكيد الساده المشاهدين البعض مدرك منهم هذا الامر، ان من خلال القراءات ان من اقوى الحروب اللي ممكن توجه لأي دولة هي الحرب الاقتصادية. طبعاً. يعني الإرهاب كل العالم بيعاني منه، ومش بقلل من قيمة الإرهاب على الإطلاق، ولكن معروفة من أقوى الحروب اللي ممكن توجه لأي دولة هي الحرب الاقتصادية. موارد مصر تم استهدافها من خلال السياحة زي ما حضرتك أشرت، وبعض تحويلات المصريين في الخارج، واللي ده طبعاً اتأثر بيه من خلال ارتفاع سعر الدولار في السوق. طيب احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة، في اجتماع من رئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك مجلس الوزراء مع النقد الدولي، صندوق النقد الدولي. تمام. التعرض لهذه الخطوة ربما تكون البعض يراها أنها تأخرت قليلا، وذلك لأن ممكن ده كان يؤدي إلى تعافي السوق المصرية الاقتصادية من خلال كل العبء المالي اللي هي بتواجهه ده. طيب التعاون مع صندوق النقد الدولي إزاي هيتم تأثيره بشكل إيجابي في الفترة الجاية على تعافي الاقتصاد المصري؟ هي دي النقطة اللي أنا عايزة حضرتك تركز عليها. تمام. أنا بس عايزة بس أوضح للناس إن أن الصندوق أو الحكومة المصرية بدأت تتفاوض أو تتعاون مع صندوق النقد الدولي لهدف واحد أساسي، وهو الاستثمار الأجنبي المباشر. تمام. لأن هو ده أساس الموضوع كله. النهاردة الحكومة حاولت النهاردة من قبل صندوق النقد الدولي انها تجذب الاستثمارات، ولكن طبعا الغرب قافل علينا بشكل كبير جدا، وبالتالي احنا النهارده محتاجين مؤسسه كبيره زي صندوق النقد الدولي، زي البنك الدولي، زي مؤسسات كبيره تانية، محتاجين ان هي تتعاون معانا وتقول يا جماعه ان دوله زي مصر دي شهاده بتقول ان مصر بدات تمشي على الطريق الصحيح، الطريق السليم. وبالتالي هنا المستثمر الغربي بقى، أو المستثمر الأجنبي، أو المستثمر حتى العربي، أو المستثمر حتى المصري اللي خرج ومش عايز يرجع، يبدأ يحس إن مؤسسة كبيرة زي صندوق النقد الدولي بدأت تقول أن هذه الدولة بدأت تخش أو بدأت تمشي على خطوات مظبوطة. ده اسمه ثقة. الثقة دي هتخلي الاستثمار يبدأ يتحرك بشكل كبير. ليه؟ لأن هذه المؤسسة لديها ثقة كبيرة جدا على مستوى العالم. في هذه الحالة هيبدأ الاستثمار اللي احنا بقالنا سنة بنتحرك وراه، سواء مؤتمرات، سواء بالتسويق في العالم، مش عايز يجي. النهاردة لما يحصل التوافق ما بين الحكومة المصرية والصندوق النقد الدولي، وهتكلم برضه في موضوع الصندوق النقد الدولي، لان في ناس متخيلة ان هو هيرغمنا في حاجات، هتكلم في القصة دي. ففي هذه الحالة الوضع العام في مصر هيبدأ يتغير، تصنيف ائتماني هيبدأ يتغير، الاستثمار هيبدأ يتحرك بشكل كبير. ليه؟ لان هو هيستند على ان الصندوق هو اللي بيبدا ان هو يشوف الاجراءات اللي الحكومه المصريه المفروض انها تاخدها، سواء في السياسه النقديه، سواء في السياسه الماليه، سواء في السياسه التجاريه، سواء في اعاده هيكله بعض الاصول. وبالتالي هيبقى فيه زي مصدر ثقه كبير جدا للمستثمر في العالم انه يبدا يتحرك لدوله زي مصر، ان هذه الدوله بدات تتحرك بشكل افضل وماشي على الطريق المظبوط. وبالتالي ده هيدعم بشكل كبير جدا، فهيبدا يحرك الاستثمارات اللي احنا منتظرينها، واللي احنا عشانها عملنا البنى الاساسيه، وعملنا منطقه محور قناه السويس، وبنعمل الكباري، وبنعمل الطرق، وبنعمل البنى الاساسيه، وبنعمل الطاقه. يبقى احنا بنمهد بحيث ان الاستثمار لما يخش عندي، سواء كان بقى استثمار مباشر اللي هو مشروعات،
او استثمار غير مباشر اللي بيخش بقى في اذون الخزانه والسندات اللي احنا كنا منتظرينها والبورصه. حضرتك زي ما شايف النهارده البورصه ايه اللي حصل فيها نتيجه بس مجرد ان الحكومه اعلنت انها بدات تتفاوض. فده معناه ان الوضع العام في مصر هيتغير، ولكن طبعا الحكومه مش هتسمح لصندوق النقد الدولي ان هو يفرض علينا شروط مجحفه تؤثر علينا بالشكل الكبير زي ما الناس متخيله. طيب في نقطه تانية مهمه جدا يعني، وربما تسببت في حدوث حاله من الاحباط لكثير طبعا من الناس، وهو ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه. تمام. طبعا ده أدى إلى عواقب وخيمة كتيرة جدا أكيد كلنا حاسين بيها. من ضمن العواقب دي هو عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية في الفترة اللي جاية في مصر. تاني حاجة إن في عجز في حركة الاستيراد والتصدير زي ما احنا عارفين، وبالتالي انخفاض سعر الجنيه اللي هي لفظ أنا مش عايز استخدمه يعني، بس هو بيقال اللي هو تعويم الجنيه. طبعا هو لفظ خاطئ جدا وخطر جدا في اي من الدول الناميه، ولكن يعني مضطرين ان احنا نقترح ده، واللي ربما طارق عامر يعني محافظ البنك المركزي يعني نفى ان ده ممكن يحصل. بس في كذا تحديات وعواقب وخيمه جدا ادى ارتفاع سعر الدولار اليها، اذا كيف يتم التعامل معها في الفتره اللي جايه؟ طيب احنا بس عشان نقول يعني هو مصادر الدولار في مصر الاتي: السياحه طبعا بعد الطياره الروسيه طبعا حصل فيها انخفاض، لا مش انخفاض، انهيار. انخفاض دي حاجه صغيره، انهيار دي كلمه كبيره. تاني حاجه التحولات العاملين بعد اللي حصل بره وبيلموا الدولارات بره، وده طبعا عمل مشكله تانيه. تالت حاجه الحاجه اللي احنا كنا ناسيينها، ان كان بيجي لنا منح ودعم خليجي السنين اللي فاتت، ده كان بيجي لنا بالدولار، وبالتالي طبعا ده اثر علينا السنه دي، الوضع اختلف. حجم الاستثمار الاجنبي قبل الثوره كان بيخش في حوالي 12-14 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر وغير مباشر. النهارده رقم مش قليل على الاطلاق في حوالي نعم لا لا رقم مش قليل على الاطلاق، رقم كبير. النهارده يعني احنا بنقول احنا عندنا بيخش حوالي 5 مليار 5.5 مليار، طبعا بيزيد بس بيزيد بشكل بسيط جدا. طيب يبقى احنا النهارده اللي داخل عندنا قليل جدا. طيب احنا بنستورد بكام؟ احنا بنستورد باكتر من 80 مليار دولار. البنك المركزي بيوفر كل اسبوع عطاء ب 120 مليون دولار، طبعا ده بيكفي للسلع الاساسيه الالبان والاكل والحاجات الاساسيات قوي. فيجي المستورد عايز يستورد سلعه مثلا زي لعب الاطفال، زي اي سلعه مختلفه، اي سلعه، فبيضطر يلجا الى السوق السوداء. طيب هو النهارده بيكسب في لعب الاطفال مثلا 100%. فلما تيجي تقول له الدولار ب 10 خده ب 12، يعني هو خسران في كام في المية؟ 20%. طب ما هو كسبان في السلعة 100%، فلما يخسر 20% في فرق سعر الدولار وكده كده هيكسب مش فارقة كتير، فمش فارقة كتير، فبياخده ب 12. هنا ايه اللي يحصل؟ تبدأ عملية المضاربة بالشكل العنيف اللي احنا وصلنا له. طبعا هي المضاربة وصلت إلى مراحل لا معقولة، خرجت بره التحليلات اساسا كمان. ليه؟ لان النهارده الناس بقت تضارب على الدولار مش بغرض الاستيراد او بغرض ان هو طلب عايز الدولار عشان مثلا يسافر او عشان يستورد، لا ده بغرض الدولار عشان الدولار. بياخد الدولار النهارده بعد اسبوع بيبيعه بفرق 10% او 15%، تجاره بقت الناس بتضارب مع بعضها البعض. طبعا ده في خطر كبير جدا عليهم، لان طبعا ده هيعمل لهم مشاكل، وبدا فعلا النهارده يحصل انهيار كبير في سعر الدولار نتيجه بعض الانباء اللي بتقول ان الحكومه هتخش في صندوق مع صندوق النقد الدولي، وفي مليارات الدولارات جايه من السعوديه والامارات، فده معناه ان في ضخ هيحصل في الدولار، فبدا السوق يحصل له حاله ذعر كبير جدا في الدولار، فبدا كله بيبيع. النهارده ومن امبارح البيع في الدولار برق بشكل عنيف جدا، لدرجه ان في النهارده ناس كانت شارياه ب 13 مش عارف طبعا يبيعوا، النهارده الاسعار طبعا نزلت تحت ال 12، طبعا ده اخر حاجه سمعتها من الاخر. فده معناه ايه؟ معناه ان سعر الدولار وصل الى رقم بعيد عن القيمه الحقيقيه للجنيه المصري نتيجه المضاربات. حاجه بتزيد اكتر من قيمتها في وقت قليل جدا نتيجه المضاربات الايه؟ العنيفه. طيب النهارده احنا نتصرف ازاي او الحكومه تتصرف ازاي؟ بالزبط. الحكومه قالت لك لا الكلام ده كله مش هينفع، لازم نبدا بقى نتحرك بشكل اكثر فاعليه بحيث الوضع العام دوت مش هيستمر.
لان ده معناه خسائر كبيره، مشاكل هتحصل في الموازنه بشكل كبير، مشاكل في الاسعار، هيحصل تضخم بشكل غير عادي. اللي كان بيستورد ب7 و8 وب9 وب10 هيستورد ب13، فده طبعا هيعمل مصيبه كبيره ويعمل ارتفاع اسعار بشكل مبالغ فيه. فبدات الحكومه قالت لك بقى احنا كنا بنعمل مفاوضات وتشاورات مع صندوقنا الدولي للمشاورات الفنيه، اللي هو يعني بعض الاستشارات الفنيه بينهم. الكلام ده هيبدا بقى يتم تفعيله بشكل اكبر، لان احنا عرفنا او الحكومه عرفت انها محتاجه صندوق النادي الدولي او مؤسسه كبيره زي دي تخش معاها عشان تاخد ثقه العالم، عشان الاسمار يبدا يتحرك. فلما الاسمار يبدا يتحرك المستثمر اللي من بره ده ما يخافش يجي يخش مصر، لا تعالى وتعالى. والحكومه بدات تتحرك بشكل كبير جدا في اجراءات الاستثمار طبعا، في وهتبقى فيها نقطه في الثقه اللي انت حضرتك اكدت عليها، وده اهم حاجه. تمام. طيب انا عايز اركز بقى دلوقتي مع حضرتك على فكره او حركه الاستيراد والتصدير. كان في مقترح بيقول وبيؤكد ان انشاء كيان موحد للتحكم في حركة الاستيراد والتصدير ربما هيساعد في تخطي هذه الأزمة. هذا المقترح ده بتتفق معاه؟ هو طبعا المشكلة إن البنوك شغالة في اتجاه وشركات الصرافة شغالة في اتجاه تاني. الصرافة النهاردة شركات الصرافة بتاخد الدولار وما تطلعش الدولار غير اللي تعرفه، يعني لو واحد دخل بالزبط. لها واحد ما تعرفوش تقول والله ما فيش، انما هو ياخد بالسعر اللي البنك المركزي قال له عليه، انما لما يجي يصرف ما بيصرفش غير اللي يعرفه بس. وبياخد الكميات ويلم كميات كبيره من الدولار ويبدا يخرجها عن طريق السوق السوداء، يدي بقى مضارب كبير او يدي مستورد كبير، او يبدا ان هو يطلع، يعني المهم ان هو يبدا يتحرك، او يبدا يضرب في الذهب، او ممكن يبدا يشتري ذهب ويبدا يتحرك بشكل كبير. بشكل عام النهارده تحولت، مش هقول كل شركات الصرافه، معظم شركات الصرافة إلى مضاربين على العملة. وبالتالي عشان كده الحكومة بدأت تاخد إجراءات كبيرة في القوانين التغليظ والعقوبات، بدأت حملات تنزل تقفل شركات كبيرة لأن هم شغالين بعيد تماما عن المطلوب منهم. ده كان في مقترح كمان إن فكرة إطلاق مراكز الصرافة في الفترة دي لحد ما يتعافى موضوع الدولار او استقرار الدولار. المركزي لو هو هياخد هذا القرار بغلق شركات الصرافه ولو حتى لمده سنه او لمده سنتين، ويبدا البنك المركزي هو بقى يقوم بهذا الدور. يعني مثلا ممكن يعمل ايه؟ ممكن كل بنك يفتح فرع واحد لعمليه التبادل او سعر الصرف، فرع في كل مكان، بحيث ان هنا البنك المركزي هو اللي يقوم بهذا الدور مكان الشركات العماله تتلاعب بالدولار بشكل كبير جدا. طبعا دي متروكه للبنك المركزي، هو طبعا اللي ادرى واللي شايف الوضع العام بشكل كبير جدا. انما بشكل عام الطلب على الدولار او المضاربه على الدولار لا تعبر عن الاستيراد، لان الحكومه كده خدت اجراءات كتيره للحد من الاستيراد. والبنك المركزي برضو خد اجراءات برضو كتيره برضو بالحد من الاستيراد، فما يحدث في ده مضاربه ملوش علاقه بالواقع نهائي. دي بقى كمان بقى تصريحات محافظ البنك المركزي، الحقيقه دي ادت يعني زي كده خيال لبعض المضاربين والمستوردين ان البنك المركزي هيعوم الدولار. طبعا كلمه تعويم دي كلمه غلط، مش غلط، هي كلمه خطأ. لا تتناسب مع دوله ناميه. التعويم ده بيبقى مع الصين، بيبقى مع امريكا، مع اوروبا، الدول اللي هي الكبرى. عندها كيان اقتصادي كبير جدا. عشان كده الناس تيجي تقول ايه، طب ما الصين بتخفض عملتها احنا ليه ما نخفضش؟ يا سيدي الصين عندها كيان اقتصادي وعندها بالزبط. مصانع وعندها دنيا شغاله وبينتج هو اوريدي، وهو عنده سلع مركونه، فهو لما يخفض معناه ان سعر المنتج اللي هو انتجه هيقل فيعرف ينافس. هل انت لما تخفض الجنيه هيحصل نفس الكلام في الصين؟ لا طبعا. السؤال الثاني، هل لما تخفض الجنيه السياحه هتزيد؟ ليه هي السياحه متوقفه على خفض الجنيه؟ لا طبعا. دي من ضمن المقترحات اللي كان بعض المتخصصين بصراحة في شؤون المالية والاقتصادية كان بيقترحها، ان طالما السعر بتاع الجنيه انخفض فده هيفتح باب السياحة بشكل اكبر في الفترة القادمة. على الورق. على الورق، لكن على الواقع لا. على الواقع لا، لان احنا كان بيخش لنا 14 مليون سايح ويخش لنا 14 مليار دولار، وكان السعر الدولار 5.5 جنيه. يبقى القصه هنا مش قصه طبعا هيبقى افضل، طبعا هيبقى بالنسبه له ارخص، مفيش كلام، بس هو اللي حصل نتيجه المشاكل السياسيه والمشاكل الاقتصاديه والمشاكل الطياره اللي وقعت، والطياره بتاعت مصر طيران باريس، كل الكلام ده خلى اوروبا كلها تمنع او تعمل حظر علينا. واحنا معتمدين على اوروبا وعلى روسيا بشكل كبير، اكتر من 80% من السياحه. وطبعا ده اللي عمل لنا المشكله الكبيره. فخفض الجنيه
مش هو ده المفتاح السحري لانتعاش السياحه. مين قال كده؟ لا، مش خفض الجنيه هو السبب، ولا هو ده اللي هيعمل انتعاشه كبيره للصادرات. العالم النهارده ما بقاش يتكلم في الاسعار بس، لا ده بيتكلم في اسعار وجوده. النهارده حضرتك عملت اسعار قليله بس ما عملتش الجوده المطلوبه، فمش هتقدر برضه تنافس في العالم. انما احنا شغلنا الشاغل هو دخول رؤوس الاموال، الاستثمار الاجنبي المباشر والغير مباشر. الغير مباشر يخش عندي في سندات، يخش عندي في اذون خزانه. عشان كده لما جه البنك المركزي في لما جه عمل التخفيض في شهر مارس، جه عمل حاجه اسمها الاوبشن. الاوبشن ده معناه انه طلع بره لصناديق الاستثمار الدوليه وقال لهم انتوا بتاخدوا كام على الدولار؟ قالوا احنا بناخد 0.5% سعر فايده في الدولار. قال لهم طبعا هديكوا 5.5. بص الرقم كبير ازاي، فرق كبير جدا. ده ليه؟ عشان يجذب الدولار ويخش عندنا سندات اذون خزانه. لا ومش هننكر كمان ان الفتره اللي فاتت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اثر كتير جدا في جذب الاستثمارات في مصر. فيعني كل الاحداث كل الامور الخارجيه لا تاثير سلبي على الاقتصاد المصري. لا أكيد. الامور الخارجيه طبعا لا تاثير سلبي علينا بشكل غير عادي. انما احنا النهارده بنقول ايه؟ ليه المستثمر ما جاش من مارس لحد دلوقتي؟ عشان مش بقى يعمل مشروع، لا عشان يخش في السندات عندنا ويخش في اذون خزانه، لان لحد دلوقتي النهارده برضو لازال عنده برضو تخوفات، مع انه قال له انت هتخش بالدولار وهخرجك بنفس الاكسشينج ريت او سعر الصرف اللي انت دخلت بيه، يعني مأمنك، ولكن برضو لازال عنده تخوفات. لما تتفق مع صندوقنا الدولي وتبدا تتحرك هنا المستثمر الاجنبي او الصناديق الاستثمار العالميه دي كلها تبدا تخش عندك وهي مستريحه بشكل كبير جدا، او التخوفات اللي عندها دي تقل بشكل كبير جدا. حلو جدا يا دكتور. دلوقتي انا في بعض المتابعين دلوقتي اللي بيشوفوا الحلقه في بعض التخوفات او بعض اللبس في استخدام المصطلحات او من الاخر فهم اصلا المؤشرات الاقتصاديه اللي بتحصل في البلد. هو ليه اللي بيحصل العائد السلبي اللي بيتعرض ليه من كل التغيرات الاقتصاديه دي؟ دلوقتي عندنا موضوع مهم وهو التعاون مع صندوق النقد الدولي، حدث لا احد ينكر اهميته في الفتره اللي جايه. تقديم برنامج الدعم المالي لمصر في الفترة الجاية، برنامج الدعم المالي إيه الأطر المحكمة اللي من خلالها هيتضمنها البرنامج ده عشان نقدر نتعافى في الاقتصاد المصري؟ تمام. صندوق النادي الدولي شيء والبنك الدولي شيء تاني. حلو قوي. صندوق النادي الدولي ده شغله كله على الموازنة بتاعة الدولة، ميزان المدفوعات، أسعار الصرف، أسعار الفايدة، الائتمان، التضخم، ده شغله الشاغل. فلما يجي يخش النهارده انت عايز تعمل برنامج وعايز تاخد مني شهاده وتاخد مني قروض او تمويلات. طيب اولا ده صندوق نقدي دولي، دي مؤسسه دوليه مش 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 منشاه خيريه، عشان الكلام بس يبقى واضح. تمام. دي مؤسسه دوليه يعني دوله وهات وخد، يعني يعني النهارده صندوق مؤسسه كبيره فيها اشتراكات من اكتر من 195 دوله. دي اشتراكات بتدفع، فالدول العالم بتحاسب الصندوق. انت النهارده اديت للدوله دي، اديت للدوله دي فلوس يعني بيخش. كان احنا مثلا كان واحد رايح بنك والبنك ما بيطلعش الفلوس غير لما يتاكد ان اللي هياخد الفلوس هيقدر يرجع الفلوس. فتقول له طيب انت هتاخد مني وهتاخد مني شهاده، طب تعالى بقى بص عندك الدنيا عندك ماشيه ازاي. تعالى بص عندك في ميزان الموازنه العامه للدوله انت عندك عجز كبير جدا. طب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ديون، وناتج عن دعم، وناتج عن اجور ومرتبات. وبالتالي انت غير قادر ان انت تستثمر كحكومه وتعمل الخدمات بتاعتك وتعمل اسكان وتعمل الصحه وتعمل الكلام ده كله انت عايزه. طيب يبقى الدعم ده لازم تشوف فيه حل. ليه؟ لانه بيروح لغير مستحقين. الدعم بيروح لغير مستحقين. النهارده كل الناس بتخش تموم البنزين المدعم. كل السلع المدعمه النهارده كل واحد، وبالتالي النهارده الدعم بيروح لغير مستحقين. ادي واحد. اثنين، النهارده انت عندك مشكله كبيره في حاجه اسمها التهرب الضريبي. يبقى لازم تحط لي قوانين ضرائب تبدا ان انت تظبط بيها الحجم الايراد من الضرائب. يعني النهارده بيخش عندنا تهرب ضريبي كبير جدا، وطبعا تهرب جمركي، وبالتالي الحكومه النهارده بدات تشوف ايه الاجراءات عشان تبدا انها تزود الايرادات عشان تقلل العجز في الموازنه العامه. وبالتالي بدا يتم اقتراح موضوع ضريبه القيمه المضافه.
ليه؟ عشان هتقلل بشكل كبير جدا هذه الضريبة حجم التهرب الضريب. اه طبعا هترفع الاسعار بشكل بس الحكومه بعد هذه الضريبه عن السلع الاساسيه اللي هي هتزود في الاسعار بشكل كبير. تمام. وبالتالي هذه الضريبه ضروريه جدا. اتعمل كمان قانون الخدمه المدنيه. ليه؟ لان النهارده انا عندي المرتبات طالعه من 85 مليار وصلت الى 218 في الموازنه الجديده 228 مليار. رقم كبير جدا، عبء على الموازنه، ومش كده وعبء بس، ده عبء وفي نفس الوقت ما فيش انتاج قصاده يتناسب مع حجم التكلفه الكبيره. فلازم انت تظبط لي الكلام ده كله بحيث الشكل العام يبقى شكل دكتور واضح. يعني في اقل من دقيقه عايزين روشتة اقتصاديه من خبير اقتصادي نقدر ان احنا نواجه الاحباط او الحاله السلبيه العامه اللي بيشعر بيها المواطن المصري تجاه كل هذه التحديات الاقتصاديه. اولا النهارده الحكومه بدات تتحرك بشكل كبير، بدا التفاوض مع صندوقنا الدولي، معناها ان هيبدا في اجراءات، هتبدا فلوس كتيره جدا هتيجي تبدا تخش من الامارات والسعوديه، والاجراءات دي بشكل عام هتبدا تضخ بشكل كبير جدا حجم الدولار. واضح ان الدولار بدا ينزل بشكل كبير جدا في السوق. الحكومه بدات تتحرك بشكل اكبر في موضوع اعاده هيكله الشركات اللي هتبدا تطرح في البورصه. الضرايب برضه يبقى ليها سيستم بشكل افضل. السياسه النقديه، اجراءات المشروعات اللي هي بتاعت الاستثمار برضه بدات الحكومه تتحرك فيها بشكل افضل. ده معناها ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله الوضع هيبقى افضل بشكل كبير. لكن اي اصلاح في الدنيا محتاج مننا برضو يعني شويه تعب، شويه بسيطه، ولكن ده ضريبه الاصلاح في اي دوله. دكتور احمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعه 6 اكتوبر والخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. ودايما بتحسسنا بالتفاؤل رغم الصعاب اللي احنا بنكون فيها وبنعاني منها في الواقع، ولكن بنحاول. حاولنا مع حضرتك وحاولنا مع حضراتكم مشاهدينا في تخفيف الحاله السلبيه من الوضع الاقتصادي في ارض الواقع. كان قدامنا قرار مهم النهارده وخطوه مهمه جدا، وهو التعاون مع صندوق النقد الدولي، واللي اكيد هيساعد في الفتره اللي جايه على تخفيف هذه الحاله وتعافي الاقتصاد بشكل مؤقت وبعد ذلك بشكل دائم باذن الله. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه، وان شاء الله بكره باذن الله احداث النهار مستمره معاكم واحداث جديده التي لا تنتهي على الساحه بطبيعه الحال. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.